أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدينا الكرام، أهلا بكم. قصفت ميليشيات الكرامة لليوم الثاني على التوالي مجموعة من الأحياء السكنية الأهلة بالسكان في مناطق جنوب وجنوب غرب العاصمة. هذا وأفاد مصدر عسكري للتناصح بأن ميليشيات الكرامة قصفت فجر الثلاثاء منطقة حي الأكواخ قصر بن غشير وعنزرة بصواريخ جراد حسب المصدر. يأتي هذا بعد توعد عناصر تابعين لميليشيات مجرم الحرب حفتر قصف مناطق طرابلس بالصواريخ العشوائية. قام سلاح الجو الليبي التابع لحكومة الوفاق الوطني بقصف معسكر 128 الذي احتلته ميليشيات حفتر الإرهابية بمدينة هون جنوب الجفرة. قام سلاح الجو صباح الثلاثاء بقصف لتمركزات ميليشيات حفتر بمنطقة الهيرة شمال مدينة غريان. يشار إلى أن سلاح الجو الليبي التابع لحكومة الوفاق يقوم بقصف أهداف متنوعة لميليشيات حفتر كل من الوطية وغريان وجنوب ليبيا. جاء هذا بعد تحرك ميليشيات حفتر نحو العاصمة طرابلس في محاولة منه لعسكرة الدولة. أعلن وكيل وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني محمد الهيثم وقوع 76 قتيلا من بينهم 24 مدنيا امرأتان وثلاثة أطفال وإصابة 475 جريحا آخرين جراء الاشتباكات الدائرة في ضواحي طرابلس. أوضح الهيثم في مؤتمر صحفي عقد الاثنين بطرابلس لأن نسبة كبيرة من الجرحى مدنيون وأطفال جرى إفادة أغلبهم لتلقي العلاج في تونس، 17 جريحا للعلاج في تركيا وجريحين اثنين في إيطاليا. وتشن ميليشيات حفتر هجوما على طرابلس منذ 11 يوما في محاولة للسيطرة على العاصمة، لكن قوات الجيش الليبي التابعة لحكومة الوفاق تصدت لها وقفت زحفها نحو العاصمة. قامت اللجنة المكلفة من إدارة الأزمات والطوارئ التابعة لوزارة الصحة في جولتها التفقدية من متابعة الأحوال الصحية للنازحين من أماكن الاشتباكات وتوفير كل ما يلزمهم من رعاية صحية ومستلزمات وأدوية. أوضحت وزارة الصحة الثلاثاء عبر صفحتها الرسمية أن اللجنة قامت بزيارة المجمع المخصص للنازحين في شركة المقطورات بتجراء الذي يقطنه أكثر من 170 شخصا. أضافت الوزارة بأنه تم الاتفاق مع الجهات المشرفة على المجمع بتوفير قسم خاص داخل السكن يكون عيادة يتناوب عليها الأطباء والمختصون بشكل يومي. أوضحت اللجنة بأنها ستقوم بإكمال جولتها لتغطية كل الأماكن التي خصصت فيها مجمعات للنازحين حتى يتم توفير كافة الاحتياجات الطبية ورعاية صحية لهم. وزعت بريطانيا على مجلس الأمن مشروع قرار يتضمن 5 نقاط لوقف التصعيد العسكري في ليبيا أمس الاثنين. تنص فقرات المشروع البريطاني على وقف الأطراف الأعمال القتالية بشكل فوري وكامل والعودة إلى الالتزام بالعملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة بكامل مضامينها ودعم المبعوث الأممي غسان سلامة، بالإضافة إلى دعوة الدول لاستخدام نفوذها لدى الأطراف لضمان التزامهم مضامين القرار ودعوة الأطراف إلى اتخاذ إجراءات عملية لضمان وصول المساعدات الإنسانية داخل ليبيا. يشار إلى أن مجلس الأمن الدولي سيعقد اليوم الثلاثاء جلسة لبحث مشروع القرار الذي قدمته المملكة المتحدة إلى اللقاء.